قبل من برنامج محو الأمية ما يمكنش تعمل مع الناس. أول حاجة إلا مشيتي غير الحانوت يقدر تعطيه واحد القدر ديال الفلوس وما ويعطيك هو وما تعرفش شحال خديتي ولا شحال عطيتيه. بحال مثلا دابا تنعرف الحمد لله كنعرفوا الحساب، نقدر نعرف شحال عطيتو وشحال رد عليا وشحال صرفت، ماشي بحال الأول. وحتى في حياتي تبدلت بزاف بحكم مع راجلي، بحكم انه هو بنا يقدر دابا نعاونو في اي حاجه، بحال مثلا في العبارات حيت هو كنت يعبر تيقول لي كان اللي كان كاع ما تنعرفش اش قال لي، ولكن دابا نقدر نعاونو في اي حاجه. انا دابا مع العيالات كنديروا هذا الشيء ديال الخياطه والزرابي وصناعه الدوم، ولكن انا الحلم ديالي هو انني ندير مشروع ديالي ديال الحلوه، ولكن المشاكل اللي تنعانيو منها هي التمويل والمواكبه ما عنديش. بحكم انني وليت ام هذا العام نقدر نعاون بنتي في اي حاجه حتى هي الا كانت تقرا ولا الا كانت تكتب، ونعاونها في قرايتها وفي كل شيء. ونصيحه للعيالات اللي ما تيقراوش يقراو حيت القرايه مهمه بزاف اول حاجه وتتنفع، والا كان وتعاون ولادك وتعاون راجلك وكيفاش تاسس حياتك وتكوني امراه مستقله في حياتك. انا دابا وليت امراه مستقله.